بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نبتدي بالأوف كينفاس كونتنت، الديفيجن الثاني مش الديفيجن الأول، ده لسبب بسيط جدا، لأن الأوف كينفاس كونتنت ده الجزء اللي راح يظهر واللي فيه هنحط الأوبجكت الزرار اللي لا راح يستدعي لنا الجزء اللي مش ظاهر لا بمجرد الضغط عليه. فاحنا مش معقول يعني نشتغل كودينج على الجزء اللي مش ظاهر بعدين نشتغل على الجزء الظاهر، بالاول نشوف الجزء الظاهر ونحط فيه الكود ونشغل الاوبجكت اللي هيعرض لنا الجزء اللي راح يظهر في الفيو بورت اللي هو الجزء اللي فوق بتاع الاوف كانفاس، وبعدين نشتغل على الجزء المخفي. تمام، اوكي. يبقى من القصه ديت اتفقنا بان في اوبجكت راح يتحط في الجزء ده بمجرد ما انه يوجد عليه ايفنت من نوع توجل او من نوع انه الضغط عليه يظهر لنا الجزء الثاني. تمام، يبقى كده من ابعاد الموضوع من الواضح ان في ايه، ان في ايفنت، اسف، ان في زرار بوتون. تمام، والنقطه الثانيه لازم أن يكون في حلقه وصل ما بين البوتون ده وما بين الجزء الثاني اللي هو راح يعرضه اللي هو خاص بالاوف كانفاس الكلاس اللي فوق. طب اوكي، خلونا بقى ندرج بوتون. وين البوتون ده؟ انا هنديله طيب بوتون برضو، وهياخد برضو الكلاس بوتون اللي هو اللون الازرق العادي ده، لكن هياخد اتريبيوت جميله جدا اسمها داتا توجل. وداتا توجل يعني زي ما احنا اتفقنا يا جماعه ان الزرار ده المفروض ان هو بمجرد الضغط عليه يعرض لي جزء معين. هو هيعرض ايه؟ هيعرض الجزء اللي فوق، صح كده؟ القائمه اللي فوق. تمام كده، يبقى لازم يكون في ربط ما بين القائمه دي وما بين القائمه اللي فوق، علشان كده الداتا توجل هي وسيله الربط ما بين القائمه دي، ما بين الجزء ده، الجزء الظاهر والجزء المخفي اللي من فوق. تمام، جميل. طبعا انا اسيب القيمه بتاعتها لحين ما اكتب، لحين ما استدعي الخاصيه اي دي اللي راح تتحط في الايفنت اللي من فوق. لكن قبل كل ده كان في نقطة مهمة جدا نسينا ما نتكلم عنها، كانت خاصة بالاتريبيوت التاني اللي بتشتغل مع الاوف كانفاس كونتنت. الاوف كانفاس كونتنت يا جماعة بيشتغل مع اتريبيوت تانية نفس القصة، داتا اوف كانفاس كونتنت. يعني حضرتك اكيد اخدت بالك من الجانب ده، لان المسائل كلها بتمشي بنفس السيناريو يعني. ماشي اوكي، فعشان كده هنبتدي ندرج الاتريبيوت ديت علشان يبقى كده الامور متظبطه بالنسبه للجزء ده من السيشنز. يعني ايه؟ احنا بس في الجانب ده اتكلمنا عن الجزء الظاهر، تمام، وحطينا فيه الزرار اللي راح يشغل لي الجزء اللي مش ظاهر. فبالتالي لو انا عملت ريلود او سي، لو انا عملت رن كروم، هلاقي المفروض الزرار بتاعي. طبعا الزرار ديت لان الداتا توجل بتاعته مش فيها حاجه، فلما بتيجي تعمل توجل عليه ما بيحصلش معاك اي حاجه. ده اللي ان شاء الله باذن الله هنحاول نربطه بالجزء الثاني، فده المحصله اللي احنا وصلنا عليها لغايه دلوقتي. السيشن اللي جاي ان شاء الله باذن الله راح نتكلم عن الكلاس اللي فوق اللي هو الكلاس اللي بيستدعيها القائمه اللي مش بتكون موجوده في الفيو بورد. نتقابل ان شاء الله باذن الله السيشن اللي جاي، والحين السيشن اللي جاي ما تنسونا مصطلح الدعاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.